اشرب عصير الليمون لمدة 7 ايام وشوف النتيجة بنفسك. اول حاجة ان هو بيخش في التمثيل الغذائي، وده بيساعدك على حرق الدهون في منطقة الجسم، في منطقة الكرش نفسه. تاني حاجة بيعمل على تقوية المناعة، وده علشان موجود فيه فيتامين سي. تالت حاجة بيعمل على ازالة السموم من الجسم، وبيعمل على نضارة البشرة. دي بس حاجات بسيطة بيعملها عصير الليمون. جربه لمدة 7 ايام وقول لي رأيك في الكومنت. في عادات غلط بنستخدمها او بنعملها في يومنا، هي اللي بتزود عندنا الدهون الثلاثية، او بالذات منطقة الكرش. اتكلمنا قبل كده عن النظام الغذائي مرتفع الكربوهيدرات، النهاردة هنتكلم عن النظام الغذائي مرتفع الدهون. ومعنى كده ان انا مش بقولك ان انت تمنع دهون خالص، بالعكس انت قلل في الدهون، لانك انت لو منعت الدهون خالص هتزود في الكربوهيدرات اللي عندك. يعني ممكن تستخدم من 30 ل 35% دهون في اليوم، 35% دهون. مثلا تمنع او تقلل من منتجات الادبان، يا ريت تقلل من منتجات الادبان والزبده والحاجات دي. تاني حاجه تستبدل الحليب كامل الدسم بحليب خالي الدسم، ولو متري شويه ممكن تستبدله بحليب اللوز، ده هيبقى افضل ليك. بعد كده يا ريت تمنع الوجبات طبعا المقليه والوجبات السريعه، الحاجات دي طبعا هي اللي بتزود الدهون الثلاثيه اللي عندك بنسبه كبيره. دي برضو حاجات بسيطه هتمنع عندك الدهون الثلاثيه وتقلل عندك منطقه الكرش بالذات. وشكرا ليكم والسلام عليكم.